ترانيم وموشحات من الزمن الجميل تعبر عنها هذه المجموعة من النساء اللائي يخوضن تجربة فنية فريدة. كرة الرنين وليد من ألحان عانق الوجود منذ سنتين ويكبر يوما عن يوم حاملا معه أحلام سيدات تجمعهن رسالة المحبة والرقي بالذوق. رنين هي مولود جديد، مولود في إطار الأنشطة الفنية والثقافية لرباط الفتح، مولود في عمره سنة وأشهر، هذه سنة ثانية. الهدف من هذا الكورال هو حقيقة الارتقاء بالفن الراقي الجميل، بالفن الذي يسمو بنا. نهدف إلى تكوين واحد في السنة المقبلة إن شاء الله مهرجان لكورالات، سواء في المغرب أو تشارك فيه مجموعة كورالية من الخارج. نبدأ أولا بالكورالات المغربية وبعدها سوف نقوم بمهرجان دولي. تداريب منتظمة تخوضها المجموعة كل أسبوع في محاولة لصقل الموهبة وتوحيد الأصوات وحفظ المعزوفات. أغاني من المشرق والمغرب تمتزج فيها أصواتهن ليعلو شدوهن صوتا واحدا جميلا له اتصال مباشر بالروح. في الأول بدينا واحد العدد اللي هو قليل، ومن بعد بقى كيتكاثر، في حيث دابا قربنا 200 سيدة وباقي الطلب، وعندنا دابا كنطمحوا اننا مازال نزيدوا القدام ومازال نطوروا ومازال نعطيو اكثر واكثر باش نوصلوا للشباب ديالنا. وهذا واحد الفن اللي هو راقي. ثانيا بغينا هذا ما نكتفيوش حنا بهذا الكوغال، الطموح ديالنا اننا نوصلوا للمدارس، ولو كاخوات واستطعنا اننا نسافروا جميع الدول وشفتهم عن كتب في خارج المغرب كيفاش يتصرفوا وكيفاش كتبدل الاحوال ديالهم اليوم، كيف تيجيو حتى كيف كيتغيروا، يعني تغيروا بواحد الشكل غريب. دونك ما يمكننا الا نصفقوا لهاد البادره، وانا كنصفق على بادرات اخرين كاينين في المغرب من غير هذه، وتنظن انها بادره او نقولوا شيء ايجابي اليوم تيحصل في المغرب. من هنا الطبيبات والقاضيات والاكاديميات، ولكن داخل المجموعه تذوب الصفات والفوارق ويظهر الجانب الفني في شخصياتهن في تجربة يقولن أنها غيرت الكثير من حياتهن اليومية. تجربتنا الطويلة لا تخلو من ميول فنية ومن ميول فيها نوع من اللمسات التي تؤكد نوعا من الحس الإنساني، وضمنها الموسيقى التي لا نستطيع أن نتجاوز أهميتها وسؤالها بل جوابها على مستوى العالم. هي نوع من الخطاب المشترك. يقول الشاعر العربي: أرقى الشعوب تمدنا وحضارة، من كان منهم في الفنون عريقة، وأحطهم من إن أنت سمعت غناءهم فمن الضفادع قد سمعت نقيقة. فالفن مقياس الحضارة عند من حازوا الرقية وناطحوا العيوقة. كورال رنين يكبر يوما عن يوم حتى أصبح يشكل أكبر مجموعة صوتية بالمغرب. الرحلة في بدايتها ولهن مشاريع أخرى لنشر هذا النمط الفني الذي يهز طبلة المشاعر ويعزف على وتر الإحساس.